التقي نادي ريال مدريد مع نظيره نادي برشلونة في منافسات الجولة 26 من مسابقة الدوري الإسباني، ويحتل فريق ريال مدريد المركز الثاني برصيد 56 نقطة بعد أن حقق الفوز في 17 مباراة، بينما يحتل فريق برشلونة المركز الأول في الدوري الإسباني برصيد 65 نقطة حيث حقق الفوز في 21 مباراة. ويستعد فريق ريال مدريد لمواجهة فريق برشلونة مساء يوم الأحد 19 مارس 2023. تداع مباراة ريال مدريد وبرشلونة في مباراة الدوري الإسباني عبر قناة بي إن سبور بريميوم اتش دي 1 وبي إن سبور اتش دي 4 على الساعة 8 مساء بتوقيت المغرب والجزائر وتونس، 9 مساء بتوقيت مصر والسودان وليبيا ولبنان وفلسطين، 10 مساء بتوقيت السعودية والكويت وقطر والعراق والبحرين واليمن وسوريا والأردن، 11 مساء بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.